أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم سنتناول تدريبات درس حتى لا تضيع المروءة، ومادة القواعد هنا هي الحال. تأمل معي عزيز الطالب المثال الآتي. سافر الرجل. ستجد عزيز الطالب أن هذه الجملة هي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومكتملة المعنى. إذا أردنا أن نسأل عن هيئة الرجل وحال الرجل، كيف سافر الرجل؟ حزينا. سافر الرجل حزينا. جاءت كلمة حزينا مبينة حال الرجل وهيئة الرجل. إذا حزينا كانت إجابة لسؤال يبدأ بكيف. عزيز الطالب، الكلمة التي تبدأ أو الكلمة عفوا الكلمة التي تأتي إجابة لسؤال يبدأ بكيف تسمى الحال. إذا عزيز الطالب، الحال هو اسم منصوب يذكر فضلة في الجملة الفعلية لبيان هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل. لاحظ عزيز الطالب، كلمة حزينا هي اسم وجاءت زيادة في الجملة الفعلية، زيادة بحيث أننا لو قمنا بحذف هذه الكلمة لا يختل تركيب الجملة، لا يختل معنى الجملة، تبقى الكلمة مفهومة. سافر الرجل جملة مفهومة. جاءت حزينا هنا بيّنت هيئة صاحبه الرجل وقت حدوث الفعل. ننتقل عزيز الطالب لتدريبات الكتاب لنوضح أكثر. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين. نزلت الأمطار. لاحظ عزيز الطالب هذه الجملة جملة فعلية مكتملة المعنى. أردنا أن نسأل عن هيئة وحال الأمطار، كيف نزلت الأمطار؟ غزيرة. إذا نزلت الأمطار غزيرة. تحدثت أسيل واقفة على المسرح. ذهب اللاعب إلى السباق مسرعا. وقف أحمد على الطريق منتظرا الحافلة. إذا هذه الجمل نسأل عنها بكيف، كيف نزلت الأمطار، كيف تحدثت أسيل، كيف ذهب اللاعب، كيف وقف أحمد، والإجابة غزيرة واقفة مسرعا منتظرا. إذا غزيرة هي حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذا إعراب الحال دائما الحال منصوب، دائما الحال منصوب، ويكون الإعراب على النحو الآتي: حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. ننتقل للتدريب الثاني. أعد العبارة، صل العبارة في العمود الأول بما يكمل معناها في العمود الثاني. أعاد اللص الجواد معتذرا إلى الفارس. رجع خالد بن الوليد منتصرا في يوم اليرموك. عادت لمياء من المدرسة فرحة بشهادة التقدير. تراجع العدو خاسرا. واصل النجار عمله نشيطا. ننتقل للتدريب الثالث. املأ الفراغ على نمط المثال، وانتبه عزيز الطالب إلى الكلمة التي بين القوسين: ضاحك. قرأت الطرفة ضاحكا. لاحظ عزيز الطالب، ضاحكا حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. كيف قرأت الطرفة؟ الإجابة ضاحكا. شرب سعيد الماء جالسا. حرث المزارع الأرض مستبشرا بنزول المطر. كيف حرث المزارع الأرض؟ حدث الأب أبناءه ناصحا لهم. دخل الرجل بيته مسلما على أهله. رتب الكلمات فيما يأتي لتؤلف جملة مفيدة. لاحظ عزيز الطالب، هذه الكلمات سنقوم بترتيبها، ستكون الجملة على النحو الآتي: حرص العامل على أداء عمله مخلصا. إذا عزيز الطالب، الحال اسم منصوب يذكر فضلة في الجملة الفعلية لبيان هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل. وأخيرا عزيز الطالب،
يجب أن نتعرف على شروط الحال. أولاً، يأتي في جملة فعلية إجابة سؤال كيف، وهذا الشرط مهم جداً، أن تكون الكلمة جواب للجملة الاستفهامية المبدوءة بأداة الاستفهام كيف. الشرط الثالث نكرة، مقصود بنكرة ما دل على شيء غير معين، مثلا أقول كتاب، بيت، مسجد، حديقة، غير معرفة بأل التعريف، يعني الكلمة تكون غير معرفة بأل التعريف. الشرط الرابع يكون زائدا في الجملة، إذن تكون هذه الكلمة زائدة بحيث أننا لو قمنا بحذفها من الجملة لا يختل معنى الجملة، لا يختل معنى الجملة. إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من شرح تدريبات الكتاب. أتمنى من الله أن تكون الفائدة عامة الجميع، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.